طب الوطن الرياضي وبيقولوا ان كولر يجري ثلاث تغييرات في تشكيل الاهلي امام البنك الاهلي. طيب الفكره ان عوده محمود متولي هل هيستمر خالد عبد الفتاح ولا هيغير؟ علي معلول هيغيب بسبب الاجهاد العضلي، فممكن مين يدخل مكانه؟ هل محمد اشرف او رأفت خليل؟ وكمان في اتجاه لراحه حمدي فتحي لاعب خط الوسط بعد المجهود الكبير في المباراه، كمان كان لسه راجع من اصابه جزع في الكاحل وممكن يدخل بدلا منه مروان عطيه. هي عباره عن توقعات وليست معلومات رسميه، انتظارا بقى للتشكيل الرسمي غدا او القائمه اللي هيختارها مارسيل كولر. طيب يلا كوره، مصدر ليلا كوره: الضمه تهدد مشاركه كهربا ضد البنك الاهلي. زي ما قلت يمكن كهربا خرج مباراه الزمالك بعد المجهود البدني الكبير، لعب مباراتين بشكل رائع جدا، مباراه سموحه مباراه الزمالك عمل فيهم مجهود بدني كبير، فالجهاز الفني بيفضل ان ممكن يريح كهربا بعد ما شعر باجهاد عضلي في العضله الضمه. عندنا بعدها على طول السفر للمغرب كاس العالم للانديه، ففي اهتمام وحرص على العناصر الاساسيه اللي بالتاكيد هيكون من ضمنها في كاس العالم كهربا وعلي معلول وحمدي فتحي في مباريات مونديال الانديه. نروح كمان لحساب كريم فؤاد، وكريم فؤاد عبر حسابه على الانستجرام حاول ان هو يطمن كل الناس ونشر صورته بعد جراحة الرباط الصليبي بالنمسا، وكان معاه كمان الطبيب النادي الأهلي دكتور وفا، فإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق يا رب الكريم فؤاد، وإن شاء الله يرجع بسرعة جدا خلال الفترة اللي جاية. إصابة جت في توقيت صعب جدا سواء لكريم أو أكرم توفيق، لكن إن شاء الله الأيام بتجري بسرعة وهيرجعوا بسرعة إن شاء الله للملاعب عقب إنهاء البرنامج التأهيل للرباط الصليبي. للأسف بياخد فترة كبيرة ما بين 6 شهور إلى 9 شهور. طيب سبورت 360 مصرية يمكن عمل إحصائية رقمية على قائد خط الوسط حمدي فتحي. حمدي فتحي تحت قيادة مارسيل كولر لعب 14 مباراة، أحرز 4 أهداف وعمل 2 أسيست. ما تقييمك لأداء اللاعب مع الأهلي هذا الموسم؟ تديله كم من 10؟ يعني الناس بتتفرج علينا وبتتابعنا لما تشوف الأرقام دي وأنت كمان عارف مستوى حمدي فتحي من غير ما تقرأ أي أرقام، لو عايز تديله كم من 10؟ أنا لو عليا والله هديله 11 من 10 مش 10 من 10. حمدي فتحي لعيب أساسي محوري، ما بيتكلمش، هادي، بينفذ التعليمات، تألق مع فايلر، تألق مع موسيماني، تألق مع كولر، ده إن دل على شيء بيدل إن هو لاعب إمكانياته كبيرة، ربنا يحفظه يا رب من شر الإصابات. طيب نروح لحساب فيفا كأس العالم للأندية، وزي ما قلت يمكن إحنا عندنا أحداث كتيرة. بنتكلم عن دوري أبطال إفريقيا وبنتكلم عن كل الأحداث. النهاردة معانا حساب الفيفا بيتكلموا عن استفتاء اللاعب الشاب العربي الافضل في كاس العالم للانديه فيفا المغرب 2022. احمد عبد القادر تفوق على سعود عبد الحميد لاعب الوداد واسماعيل المترجي لاعب الهلال. احمد عبد القادر 96.9 من 10، سعود عبد الحميد لاعب الوداد اللاعب الشاب 2.1 من 10، اسماعيل المترجي لاعب الهلال السعودي 1.1 من 10. بصوا يا جماعة زي ما قلت استفتاء على رابطة الأندية، استفتاء على موقع الفيفا، يوم ما تلاقي الاستفتاء ونتيجة التصويت أقل من 97-96% تحس إن في حاجة غلط، لكن لغاية دلوقتي الحمد لله مفيش حاجة غلط ودايماً الاستفتاءات لعيبة النادي الأهلي رقم واحد. آخر حاجة معايا ومن حساب بطولات والكلام على الصفقات والتدعيمات. في تصريح لجوهينا كازانجي المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي عبر بطولات بيقول فيها: محاولات الأهلي لضم جاكسون موليكا على سبيل الإعارة أو البيع، لا، هذه الأخبار كاذبة، لن نبيع أو نعير موليكا في يناير حتى إننا لم نتلقى أو لم نلتقي مع أي مسؤول من الأهلي. يعني الراجل بينفي نفي وبيجزم بشكل نهائي إن لا حصل لقاءات ولا في كلام على بيع ولا في كلام على إعارة. ده تصريح رسمي لمسؤول في نادي بشكتاش مع موقع بطولات. عموما هننتظر الفترة اللي جاية، وزي ما أكدت قبل كده وأكتر من مرة ما تاخدوش أي كلام عن الصفقات إلا من خلال المنصات الرسمية والموقع الرسمي للنادي الأهلي، كلها اجتهادات وننتظر المعلومة الرسمية والقرار الرسمي خلال الساعات اللي جاية.